النادي الأهلي، احكيها لي كده، مشيت ازاي من النادي الأهلي؟ ما فيش والله. جه مستر مانويل جوزيه الولاية التانية، فكان ساعتها كان هو جاي كان جاي كان النادي الأهلي كان لازما، انت عارفة النادي الأهلي لما بيخش أي بطولة فبينافس على البطولات كلها، طبعا. فلازما ياخد البطولات يعني. فكان جاي فكلنا ساعتها طلعنا اعارات ورجعنا، فقال انا مش حابب الشباب يبقوا متواجدين دلوقتي، ودي وجهة نظر يعني. ف بس وقتها مش حصل وقتها حالات، معظمنا مشي يعني وقتها. بس حصل حالات إحباط بقى طبعا. طبعا انت يعني ماشي الواحد من اكتر نادي كنت بتتمنى وبتحلم انك تلعب اصلي فيه. بيتي يعني، كنت اتمنى ان انا اختم حياتي في البيت بتاعي وبس يعني. الواحد زعل واتأثر فترة كبيرة جدا، بس الحمد لله يعني انا موجود معاك اهو في بيتي وشرف طبعا ليا الحمد لله. وشرفنا طبعا. ربنا يخليك يا رب. وتجربة الاحتراف،